لا أيام زائدة، فلا تتلكأ في بطن أمك يا بني، عجل تعال، لا لأني أتوق إليك، بل لأن الحرب دارت وأخشى ألا ترى بلادك كيفما شئت لك. بلادك لا تراب ولا بحر تنبأ بالذي نحن فيه فمات، إنما هي شعبك، تعال تعرف إليه قبل أن تشوهه القذيفة وتضطرني أن أجمع الأشلاء كي تعرف أن الذين راحوا جميلين كانوا وأبرياء، وأن لهم أطفالا مثلك تركوهم هاربين من ثلاجة الموتى كل غارة كي يلعبوا يتامى على حبل النجاة. قد لا تصدقني إن تأخرت، وتصدق أنها أرض بلا شعب، وأن لم نكن هنا فعلا، تشتتنا مرتين ثم انتفضنا على حظنا 75 سنة عندما أزاح الحظ عنا كل جيده فشاب الأمل. أعرف أن الوزر ثقيل عليك وأن الهم أكبر منك، فاعذرني لأني كالغزالة عند الولادة تخاف ضبعا تربص خلف الجب. فلتأتي على عجل إذن، ثم أركض بعيدا قدر ما استطعت فلا يفترسني الندم. أمسي أتعبني الشؤم، قلت أسكت، فما شأن صغيري سليل النسيم، ما شأنه والعاصفة؟ لكني اليوم عدت مكره، أبوك لا بطل، أحمل في جعبتي خبرا عاجلا، لقد قصفوا مشفى المعمداني في غزة، ومن بين الضحايا 500 كان طفل ينادي أخاه الذي بنصف رأس وعينين مفتوحتين: أخي هل تراني؟ هو لا يراه، كما لا يراه العالم المشغول، هذا الذي ندد ساعتين ثم نام كي ينساه وينسى أخاه. ماذا أقول الآن لك؟ المصيبة أخت الفجيعة، كلتاهما جائعة ومسعورة، تتكالب علي حتى يرجف فمي وتسقط منه كل التعابير الممكنة على الجثث. لا يعول في حالة الحرب على أي شاعر، فهو بطيء كسلحفاه عبثا تجاري مزرة تعدو كأرنب، فهي تزحف وهو يقفز من جرم إلى جرم، بالغا كنيسة الروم التي تقصف الآن على مرأى من الله الذي جاء توا من جامع سوي بالتراب فاستهدفوه في حمى المخلص. أين المخلص بيد أن أبانا الذي في السماوات فعلا هو الطيران وحده لا شريك له سوى الذي على متنه جاء يقنصنا فأصاب منا الخنوع؟ على الصليب يا ولدي منذ الآن متسع للأنبياء جميعهم، والله يعلم وأنت ومن مثلك ما زلتم أجنة سذجا فلا تعلمون.